بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم حندرس اللي هو الدوال الأساسية في الكومبلكس فاريابلز. فطبعا احنا حتى الآن مر علينا يمكن نوعين من الدوال، دوال كثيرة الحدود والدوال النسبية. في هذا الشابتر حندرس الدوال الأسية، الدوال المثلثية، الدوال اللوغاريتمية والدوال الزائدية وهكذا، كل الدوال بشكل عام. حنبدأ بالدالة الأسية، the exponential function، الدالة الأسية أو the exponential function. فالآن احنا بدنا نعرف دالة اللي هي اي اس زد أو دالة أسية بشكل عام. في طبعا بالدوال الأسية احنا متعودين في المتغير الحقيقي، في دالة الأسية الأساسية اللي هي اي اس اكس، وبعدين بدلالتها وبدلالة اللوغاريتم بنعرف جميع الدوال الأسية الأخرى، بنعرف جميع الدوال الأسية الأخرى. فاحنا حنبدأ بالدالة الأسية الأساسية في حالة ما يكون المتغير اللي هو complex variables وليس real variables. فإحنا بنحاول بما أنه الريال نمبرز هي subset من الكومبلكس نمبرز، فإذا كانت زد حالة خاصة ريال نمبر بنحاول الدالة هذه تحافظ أن تكون هي ايش؟ اي اس اكس. في لما تكون الزد بتساوي اكس تنزل هذه الدالة، أنا بدور على الدالة اف اوف زد تكون هي الاكسبوننشال فانكشن اي اس زد، آسف اي اس زد مثلا أو اكسبوننشال الزد بشكل عام. فأنا بدي لو زد زد ممكن تكون حالها ايش؟ ريال نمبر اكس تنتمي للار، فطبعا هذه بدها تصير عندي اف اوف اكس بدها تساوي اي اس اكس. ما تتناقضش مع المعلومات السابقة عشان ما اقدرش، انا بهذه الحالة بصير في صعوبة في التمييز. اقول اذا اكس هي سبست من السي تعريفها مختلف، واذا كانت اكس هي ريال مباشرة تعريفها مختلف بظبطش. فاحنا لازم ايش؟ عملية تعميم، احنا عارفين انه الاكسبوننشال معرف لكل الريال، فبنحاول نوسع ونضيف على الريال اللي هي ايش؟ اعداد غير حقيقية ومركبة، وتكون الريال حالة خاصة، والريال تكون حالة خاصة. فهذه أول حاجة، أول خاصية لازم نحافظ عليها. الخاصية الثانية، الدالة الأسية الأساسية بيميزها إنه مشتقاتها بتساوي نفسها، وبدنا نحافظ على إنه اف برايم اوف زد تساوي اف اوف زد. فإذا عشان نحافظ على هدول الخاصيتين، التعريف المناسب إنه بنعرف اي اس زد، التعريف هي اي اس اكس في كوساين الواي زائد اي ساين الواي. فهذا هو التعريف. طبعا هنا زد ايش بتساوي؟ اكس زائد اي واي كالعاده. فطبعا هذا التعريف مباشره بيحافظ على اللي هو الخاصيه الاولى. لو حطينا واي تساوي زيرو، يعني زد تساوي اكس، ايش بتصير؟ كوساين الصفر واحد، ساين الصفر صفر، فبتنزل لمين؟ اي اس اكس. فهذا الشرط ايش؟ يتحقق. الشرط الاول بيتحقق. الشرط الثاني هو بتحقق بس حنذكره فيه بعد قليل. طبعا بتحقق بس اثباته حنأجله شوي. فاذا هذا هو التعريف، بنعرف الاكسبوننشال فانكشن بدلاله مين؟ الاكسبوننشال العادي للريال بارت للزد، وكوساين اللي هو الايمجينري بارت زائد اي في ساين الايمجينري بارت بهذه الصوره. طبعا هي هنا طبعا احنا كنا اللي تعرفنا معاها في السابق ايش؟ كنا عرفنا اي اس ثيتا، مش تعريف، قلنا ده مجرد رمز، كوساين ثيتا زائد اي ساين الثيتا. طبعا الان بشوف احنا هنا مبرر ليش هذا الرمز، ليش حطيناه بحاله اكسبوننشال، لانه حيتفق مع التعريف. قلنا احنا لما كنا نستخدم الذكاء قلنا هذا مش تعريف، وانما مجرد رمز، وقلنا اي خاصيه بدنا ننتبه انه هذا هو الاصل وهذا مجرد رمز. الان حنلاقي انه هذا ايش؟ ممكن ايش؟ هو تعريف، حنعرف انه هذا بينسجم مع التعريف. اول ملاحظه هنا على هذا التعريف، لعنا الداله الجديده هذه، السؤال الطبيعي ما هو الدومين تبع هذه الداله؟ وقت ايش اي او زد معرفه؟ وقت ايش مش معرفه؟ طيب دائما معرفه، لانه انت اي اديني اي كومبلكس نمبر، اي ما تكون الاكس اي او اكس معرفه دائما. اديني اي زاويه واي بقدر احسب كوساين الواي وساين الواي. اذا لاي كومبلكس نمبر زد بقدر احسب مين؟ اي او زد. فاذا ما هو دومين الاكسبوننشال فانكشن في حاله المتغير المركب؟ هي كل السي، فهي ايش؟ معرف على كل الانتاير كومبلكس بلين، معرف على كل السي، فالدومين كل سي. طبعا الرمز الاكثر شيوعا يمكن اي او زد، لكن احيانا مكتوبه اكسبوننشال زد، وخصوصا اذا كان الاس طويل شويه عشان توضح الامور بنحط اكسبوننشال زد. من كلمه اكسبوننشال اول ثلاث حروف فبرمزوا لها ايش؟ اكسبوننشال زد. فنفس المعنى، هذا الرمز وهذا الرمز نفس المعنى. الملاحظة الثالثة هي الكلام اللي حكاه زميلكم قبل قليل. احنا شفنا لما y بتساوي 0 اي اس اكس، طب لما x بتساوي 0 ايش بتصير؟ بتصير اي تو باور اي واي اللي هي الرمز السابق، فبتنطبق تماما. فطبعا احنا دائما بنحاول نحافظ على الامور ما تصيرش تناقض، فهذا بيبرر
ايش الرمز القديم، الرمز القديم، فبتتفق تماما مع الاويلر فورمولا اي تو باور اي اي في واي كوساين الواي زائد اي ساين الواي، ففي انسجام بدون اي مشاكل. خلينا نشوف مثال سريع عشان اللي هو نتعود على التعريف. بقول لي اكتب او عبر عن المقدار اي تو باور سالب 1 زائد باي 2 اي ان ذا فورم اي زائد اي بي. طبعا هنا شباب يمكن الكتابه هنا برضو الكلام اللي حكيناه بدل ما احطها اي اس لو حطيتها اكسبوننشال يمكن تكون اوضح، لان الاس هنا جايه مش واضحه كثير انها اس لانه مش بعيده. فطبعا بدنا نشوف كيف نحسبها، مش يعني بس مجرد عشان اللي هو الرمز هذا ليش بيستخدم. فعندنا هنا السوليوشن اي اس ماينس 1 زائد باي 2 اي، ممكن اكتبها طبعا اكسبوننشال ماينس 1 زائد باي 2 اي، طبقا للتعريف اي اس سالب 1 كوساين باي 2 زائد اي في ساين باي 2. هذا هو التعريف، مثال بسيط مباشر عشان نتعود على التعريف. الان طبعا كوساين الباي 2 صفر، ساين الباي 2 1، فالجواب قديش؟ اي على اي، اي اس سالب 1 في اي او اي على اي. فاذا اديني اي كومبلكس نمبر بقدر احسب مين؟ اي اس زد. وهذا مثال. اي سؤال؟ ننتقل ل هو الخاصية الثانية اللي كنا بنحافظ عليها، انه المشتقة بتساوي مين؟ بتساوي نفس الدالة. الدالة الوحيدة اللي مشتقتها بتساوي نفسها في حالة الريال هي الاكسبوننشال فانكشن، وأيضا بنحافظ على هذه الخاصية. فطبعا في هنا عندنا نظرية أو بروبوزيشن ذا اكسبوننشال فانكشن اللي هي اي او زد از ان انتاير فانكشن. ايش انتاير فانكشن يعني؟ يعني اناليتيك افري وير، يعني كل الدومين تبعها. وايش معنات اناليتيك هنا؟ يعني اف برايم اكزيست لكل زد تنتمي للسي اللي هو الدومين. وايش كمان؟ ومشتقتها بتساوي نفسها، مشتقتها بتساوي نفسها. طبعا البرهان المفروض كلكم بيقدر يعمله، وهذا اكسرسايز. سؤال سابق اثبتنا منه كثير. طبعا ايش بدي استخدمها هي الداله؟ عند اليو ايش بتساوي؟ اي اس اكس كوساين الواي، والفي بتساوي اي اس اكس ساين الواي. بتحقق الكوشريمان ايكويشنز افري وير، وكل الشروط وكل اليو والاكس وهذا كلهم كونتينيوس والامور. بعدين ايش اللي هو اف برايم ايش بتساوي؟ يو اكس زائد اي في اكس، بنلاقيها بتساوي مين؟ بتساوي اف زي ما هي. فهذه حنتركها بعد هذا المرور السريع على البرهان. تمام. هنا في عندنا ملاحظه مهمه. طبعا قد ما بنحاول نعمل رموز وما يصيرش فيها تناقض الا انه احيانا بيصير بعض الاستثناءات. كنا اتفقنا لما درسنا الجذور انه نميز بين حاجتين، نميز بين حاجتين. ممكن نمحيها. نعم. طبعا بالنسبه لنا بالنسبه للاعداد المركبه مش مشكله، زد اس 1 على ان هذا عباره عن مجموعه كل الحلول، هي عباره عن اللي هو سي بشكل عام such that سي اس ان تساوي زد، او زد اس 0 بلاش خلاص زي ما كتبنا زد such that z اس ان تساوي z 0. فهذه مجموعه من المين؟ من المعادله. فالكومبلكس كل هذا كلام صحيح، لكن قلنا في حالات خاصه لو كانت الزد هي ريال نمبر ار، ففي الريال نمبر في عندي حاجه اسمها 1 على ان، وفي عندي الجذر النوني للار، وقلنا بدنا نميز بينهم. هذا بيرجع لهذه الخاصيه هو جميع الجذور، وهذا هو الجذر الموجب الوحيد الحقيقي. لانه طبعا هذا في حاله الريال كنا ما نفرقش بينهم في تفاضل الف، وبعدين ما كناش نفرق بينهم، لكن بنفرق بينهم. هنا ظهرت معنا كمان اشكاليه. هقيت لما اقول انا عندي انا معرف اي او زد مظبوط، طب اخذ زد تساوي 1 على ان، والان عدد صحيح. هل هذا كومبلكس نمبر الواحد على ان؟ نعم، لانه ريال. فبصير عندي هذه اي اس 1 على ان. كيف بدي افهمها هذه؟ هل بدي افهمها قيم متعدده ولا بدي افهمها قيمه واحده؟ بدي افهمها قيمه واحده، لانه هنا ايش في؟ انا عارف بتعامل مع داله، بتعامل مع داله، فلما اعوض عن زد بدي افهمها قيمه واحده اللي هي مين؟ اي اس اكس، اللي هي زي إيه؟ لانه هذه ريال 1 على ان فهي او اس اكس، فهذه بنقصد فيها مين؟ الجذر النوني للاي. فهذا العدد الوحيد الملاحظه السابقه تنطبقش عليه الاي. الاي لما احط اي اس 1 على ان او جذر النوني الان نفس الشيء في الكومبلكس، فهي نفس الشغله. فبقصد هذا مين؟ القيمه الحقيقيه الوحيده الموجب، القيمه الحقيقيه الوحيده الموجب، وليس الانثرود وليس الجذور النوني، عشان احافظ ان تكون دمها داله ولا بصير فيه مشكله. فهذه ملاحظه بدنا ننتبه لها. فالاي هنا لها استثناء،
يمكن هذا بيشبه لما كنا نقول انه دائما احنا متعودين نحط مثلا المعكوس الضربي واحد على اثنين، اثنين أس سالب واحد. مثلا لو في اي دائره بتقول لك بدي احط مثلا ساين أس سالب واحد، بطلت واحد على الساين، صارت ايه؟ ساين انفرس، صار نفس القضيه. فانا في الاي بدي ايش؟ انتبه انه الواحد على الان لها معنى مختلف. تمام. بعض الخواص للاكسبوننشال فانكشن. فاحنا عرفنا الاكسبوننشال فانكشن داله معرف على كل الزد، تعريفها اي اس اكس كوساين الواي زائد اي ساين الواي. تمام. قلنا انتاير فانكشن ديفرنشبل افري وير، مشتقاتها بتساوي نفسها وهذه الامور. في عندنا عده خواص. طبعا اول حاجه انا اخذت كومبلكس نمبر، فا اي او زد الناتج بيكون كومبلكس نمبر. طبيعي اني اسال عن مين؟ عن المودولس تبعه. ايش المودولس تبعها؟ اي اس اكس. طبعا البرهان مباشره من التعريف، احنا يمكن هنا شلناها، خلينا دائما نحطها هنا اي او زد بتساوي اي اس اكس كوساين الواي زائد اي ساين الواي. فطبعا ايش بدك تربي هذا تربي هذا، وكوساين تربيع زائد واي تربيع بتساوي واحد، فبتطلع مباشره. الارجيومنت تساوي واي زائد 2 ان باي. طبعا هنا يمكن مش واضحه كثير، لكن لو انا عملت هذه عباره عن اي اس اكس اي تو باور مين اي واي، فكانه هو اللي هو ده الموديولس وهذه هي الزاويه بس زائد 2 ان باي. طبعا بدي اشوفها بشكل اوضح، كيف بدي اجيب انا الارجيومنت؟ كيف اجيب الارجيومنت؟ بعرف انه تاني الثيتا ايش بتساوي؟ واي على اكس. بس هنا ايش الواي؟ ساين واي على كوساين الواي اللي هو ايش؟ طبعا بمعنى اكسبوننشال اي على اي بس بروحوا مع بعض، ايش بتساوي؟ تاني الواي. فاذا الثيتا ايش بدها تساوي؟ واي زائد دورات كامله، زائد دورات كامله 2 ان باي. فهذه هي الارجيومنت. فاحنا عرفنا الموديولس وعرفنا الارجيومنت. نقطه ملاحظه ثالثه او خاصيه ثالثه، انه الاي او زد لا تساوي زيرو على الاطلاق. الاي او زد لا تساوي زيرو على الاطلاق. طبعا هنا بدنا ننتبه، هذه بتشبه اي او اكس لا تساوي زيرو على الاطلاق، بل هناك في اقوى اي او اكس ايش مالها؟ بوزيتيف، اكبر من زيرو دائما. طيب اي او زد بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف، لانه ما بقدرش انا اعرف اشاره ايش العدد المركب، لكن لا تساوي زيرو، لكن لا تساوي زيرو اي او زد. طبعا من هنا لانه عشان تساوي صفر بدي الاكسبوننشال بعمرش بتساوي صفر، بده الكوساين والساين يساوي صفر في نفس الوقت، وهذا مستحيل. ما فيش زاويه الساين تبعها والكوساين تبعها بتساوي صفر في نفس الوقت، ما فيش زاويه بهذا الشكل. الخاصيه الرابعه بحافظ على خواص الاسس لما بضرب بجمع الاسس. طبعا لما بدي اقسم بدي اطرح الاسس او المعكوس الضربي بن ايش؟ بنغير اشاره الاس. فهذه الخواص كلها ايضا من خواص الاسس. اي اس زد لما ارفعه كمان اس بضرب الاسس. فكل خواص الاكسبوننشال حافظنا عليها. فهذه مهمه جدا ان انا بعرف اسس وبحافظ على جميع خواص الاسس. النقطه الثامنه الجديده هذه اي اس زد داله دوريه. شوف احنا اي اس اكس 1 تو 1 ولا انفرس، لكن هنا اي او زد ليست 1 تو 1 فهي داله دوريه، يعني بتكرر نفسها كل 2 باي اي، كل 2 باي اي الدوره 2 باي اي مش 2 باي. طبعا من وين؟ من التعريف، من هنا لما انا اضيف على الزد 2 باي اي، وين نتيجه 2 باي؟ مع الواي، والكوساين والساين ايش مالهم؟ دوره 2 باي. فهي ايش الزاويه لها علاقه بمين؟ بالواي، والواي معامل اي، ف 2 باي اي بصير 2 باي وبتطلع نفس مين؟ نفس القيمه. فهذه امور بعض الاختلافات وبعض التوافق بين الاكسبوننشال اي اس اكس والاكسبوننشال اي اس زد. طبعا احنا يمكن مرينا على البرهان شفوي، يا ريت تمروا عليه وتحققوا منه وتعملوه كله في البيت. خلينا نشوف مثال. فبدنا نحل المعادلة اي اس زد تساوي واحد. حل المعادلة اي اس زد تساوي واحد. المثال الأول سوليوشن. كيف بدنا نحل هذه المعادلة؟ نجيب كل قيم الزد اللي بتحقق اي اس زد تساوي واحد. في حد بيعرف أحد الحلول؟ زد تساوي صفر. حط اي اس 0 بتساوي 1 صح، لانه اي ريال لما اي اس 0 لما بتصير ريال واي اس 0 بنعرف تساوي 1. لو كانت اي اس اكس الحل الوحيد هو الصفر، لانه قلنا 1 تو 1، لكن الان حنشوف انه اكثر من حل، بناكد على انه الداله ايش مالها بطلت 1 تو 1 في حاله اي اس زد، بل داله دوري. طيب كيف ممكن احل هذه المعادله يا شباب؟ مين عنده فكره؟ بعرف
صحيح. وبنكمل. طب هل ممكن اخذ لوغاريتم الطرفين؟ لسه ما عرفناش اللوغاريتم. فهي دي طرق الحل. فاحنا هنعتمد على انه نكتب تعريف الاي او زد، نساوي الريال بارت مع الريال بارت والاميجينري مع الاميجينري. لما اروح هناك ايش بيصير عندي؟ كل الامور ريال، بقدر استخدم كل الخواء الامور السابقه. فاحنا لقيت عندنا اي او زد تساوي اي او اكس كوساين الواي زائد اي ساين الواي، بدنا اياها تساوي مين؟ تساوي الواحد. فهذا معناته انه اي اس اكس كوساين الواي بتساوي واحد، واي اس اكس ساين الواي ايش بتساوي؟ الصفر. ريال بارت يساوي ريال بارت، اميجينري يساوي الاميجينري. طبعا نبدا بالمعادله الصفريه اسهل في الحل. هذا معناته انه اي اس اكس تساوي صفر مستحيل، او ساين الواي بتساوي صفر. فهذا الحل الوحيد انه ايش؟ خلينا نشوف هذا الكلام. طبعا هنا بينهم ان، طبعا مفروض انه ايش؟ ساين الواي بدها تساوي صفر، وهذا بيؤدي انه واي ايش بتساوي؟ ان في باي، والان تنتمي للزد مش صفر، اي عدد صحيح في باي. فهنا صار عندنا قايد على الواي. تمام، نعوض في المعادله هذه اي او 6 في كوساين الان باي بدنا اياها تساوي 1. هنا قلنا ساوي الريال مع الريال، ايش الريال بارت هنا؟ اي او 6 كوساين، ايش الريال بارت هنا؟ 1. الاميجينري بارت اي او 6 ساين الواي، ايش الاميجينري بارت هنا؟ 0. فاحنا قلنا الفكره انه بنجيب نستخدم تعريف اي او زد وبنساوي الريال مع بارت مع الريال بارت والاميجينري بارت مع الاميجينري بارت. طيب هنا طبعا يمكن مرت عليكم هذه اللي هو الصيغه قبل هيك، كوساين ان باي ايش بتساوي؟ سالب 1 اس ان يا شباب، قلنا بتساوي زائد او ناقص 1 بالضبط سالب 1 اس ان. فهذا بيقول لي اي اس اكس في سالب 1 اس ان بدها تساوي 1. بمعنى اخر ما هي هذا هي واي، ما هي واي؟ جبنا الواي والمعادلتين هذول مع بعض ان بينهم مظبوط؟ فعوضنا. طبعا هذا معناته انه اي اس اكس بدها تساوي سالب 1 اس ان، لو قسمنا بينفع نقسم مظبوط؟ او نضرب الطرفين في سالب 1 اس ان، سالب 1 اس 2 ان 1 مظبوط؟ او تقسمه. فواضح هذه المعادله كيف اجت من هذه؟ يا اما بتقسم 1 على 1 اس سالب ان هي نفس سالب 1 اس ان. تمام؟ الان يا شباب انتبهوا هذه المعلومه، اي اس اكس ايش مال هذه؟ موجبه دائما، وهذا ايش بيطلع؟ زائد او ناقص 1. اذا مستحيل هذا يكون ايش؟ بيديني زائد او ناقص، لازم يديني 1 فقط. يعني ايش الان لازم تكون؟ تكون عدد زوجي، لازم تكون عدد زوجي. فهنا بدنا نقول هنا اي اس اكس اكبر من صفر امبلايز ان تساوي 2 ام عدد زوجي، والام تنتمي للزد. اذا خلص قلنا الواي بتساوي 2 ان، والاكس في اي قيود على الاكس ما لسه نكمل. فهذا معناته انه هذا بده يصير 2 ام، فايش بصير عندي؟ اي اس اكس تساوي 1، يعني اكس ايش بتساوي؟ صفر الان ريال. خذ اللي لنا الطرفين الان صح. ففي حالة ما الاكس ريال اي اس اكس تساوي 1، اذا اكس بتساوي صفر. فاكس بتساوي صفر والواي ايش بتساوي؟ 2 ام في باي، والام تنتمي لمين؟ للزد. فالحل الكامل هو مين الحلول؟ اذا زد ايش بدها تساوي؟ اكس اللي هي صفر، و2 ام في باي في اي اللي هي الواي، والام تنتمي للزد. فهذا هو الحل الكامل، ما لا نهاية من الحلول. اول شيء جبنا واي بتساوي ان ام، في المعادله الثانيه طلع شروط على ان تكون زائد زوجي، ومنها قدرنا نجيب الاكس بصفر، نكتب اكس زد بتساوي اكس زائد اي واي. فهذا هو الحل. طبعا شيء منطقي يا شباب، بنطبق مع الملاحظه السابقه، قلنا احد الحلول الصفر والداله دوريه، وقديش الدوره؟ 2 باي اي ومضاعفاتها، كل 2 باي اي برجع لمين؟ للواحد. فهي 2 ام في باي اي. فهذه هي الحلول. اذا اي او زد تساوي 1 عند الصفر و زائد الدورة كاملة اللي هي مين؟ 2 باي اي ومضاعفات ومضاعفات. فهذه هي الحلول. فهنا طبعا هذه اختلافات بدنا نميز بين اكسبوننشال في حالة الريال حل وحيد، في حالة الاكسبوننشال ما لا نهاية، بحالة الكومبلكس ما لا نهاية من الحلول. أي سؤال؟ طبعا في طريقة أخرى للحل، ولكن خلينا نستعرضها بالمثال الثاني. لا 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 مش لوغاريتم، في طريقه اخرى. Find all the value of z such that e اس اي z تساوي سالب 2. طبعا هنا الصيغه مختلفه، لكن المطلوب واحد يا شباب، حل المعادله او كل قيم الزد اللي بتحقق المعادله هو نفس المعنى. زي في امتحان امبارح، حل المعادله زد تكعيب بتساوي 27 اي، يعني جيب كل الجذور التكعيبيه ل 27 اي، نفس المعنى كله نفس المعنى. فنبدا اللي هو الحل هنا.
فالآن أنا بدي أحل هذه المعادلة e to power i في z تساوي سالب 2. طبعا ممكن نحلها بنفس الطريقة شباب، نكتب تعريف e to power i z اللي عبارة عن ix ناقص y، نحط التعريف ونشتغل بنفس الأسلوب ونساوي الريال بارت مع الريال بارت والإمجر مع الإمجر. في طريقة قد تكون أسهل، أنا بدي أروح أكتب السالب 2 على صورة exponential 4. خلينا نكتب السالب 2 exponential 4. السالب 2 هذا complex number، كيف ممكن أكتبها؟ الموديولس 2 في e to power ايش؟ i argument السالب 2. أي عدد هذا ممكن نكتبه للواحد. نفس الحل يا ريت تعدوه في البيت بنفس الأسلوب ونقارن مين أفضل وأنت اختيار. طيب مطلق السالب 2 قديش؟ 2. والارجمنت للسالب 2 قديش يا شباب؟ بار. فالسالب 2 بتساوي هذا المقدار. اذا صارت عندي المعادله اي تو باور اي زد تساوي سالب 2 بتساوي اي تو باور ايش قلنا هذه عباره عن مين؟ اي في اكس ناقص واي بتساوي قديش؟ 2 اي تو باور اي في باي. ممتاز؟ متابعين؟ الان خلينا اعيد كتابه هذا الكلام. هذه ليس الا اي تو سالب واي e to power xi بدها تساوي 2 e to power i في باي. مين الموديولس على الطرف اليسار؟ e to minus باي e to minus y. ومين الارجمنت؟ x زائد 2 ان باي. في عندنا حقيقه سابقه قلنا في عندنا عددين مركبين ان بولر فورم او اكسبلنت فورم بتساوي بعض اذا اف اند اول اف الموديولس يساوي الموديولس والفرق بين الزوايا 2 ان باي مضاعفات 2 باي. فهذا مباشره بقول لي انه اي سالب واي بدها تساوي 2 ان اكس بدها تساوي مين؟ اللي هو باي زائد مين؟ 2 ان في باي. والان تنتمي لمين؟ للزد. فطبعا هذا بقدر احله، فهذا ايش معناته؟ واي ايش بتساوي؟ سالب لان 2، يعني سالب واي بتساوي لان 2 والاكس زي ما هي، اذا ايش صارت زد بتساوي؟ بتساوي باي او 2 ان زائد 1 في باي هذه اكس زائد ناقص اي لان 2. برضه ما لا نهايه من الحلول، الان تنتمي للزد. تمام. الخطوات هنا طبعا زي ما حكيت ممكن نحله بهذه الطريقه او السؤالين بنحله بنفس الطرق. هذا له طريقتين وهذا له طريقتين. الطريقه الاولى هي يمكن تكون مباشره اكثر، انه نكتب العددين ككومبلكس نمبر ريال بارت وميجنال بارت، وطبعا اي عددين مركبين بتساوي في حاله الكارتيسيان فورم، هذا استخدمنا الكارتيسيان فورم. اذا الريال ساوي الريال والإمجيني ساوى الإمجيني. الطريقة الثانية نكتبهم كإكسبوننشال فورم، مثلا أنا في عندي إيه وزد بين إكسبوننشال جاهزة، وأقارن بينهم بقول تو نمبرز تو كومبلكس نمبر إن إكسبوننشال فورم متساويين إف أند أونلي إف الموديولس ساوى الموديولس والزاوية ناقص الزاوية الثانية أو الفرق بينهم مين؟ مضاعفات 2 باي، حقيقة سابقة. فإحنا رحنا كتبنا السالب 2 إن إكسبوننشال فورم، هذا إكسبوننشال حطيناه في الإكسبوننشال فورم الستاندرد تبعه اللي هو هيو بهذا الشكل، زي ما احنا شفنا من الخواص انه الموديولس بيجي من هان والزاويه بتيجي من هان، بس اختلفت الاكس والواي فيش مشكله، فقلنا الموديولس بده يساوي الموديولس والزاويه بدها تساوي الزاويه زائد مين؟ مضاعفات 2 وكملنا لها. طبعا هنا صار ريال هي الميزه، باخذ اللين وبجيب الحل. اي سؤال؟ فطبعا انا يعني مهم جدا يا شباب بس عشان تتاكدوا وتأمور تحلوا السؤال الاول بالطريقه الثانيه وتحلوا السؤال الثاني بالطريقه الاولى. وتقارنوا بين الحلين لانه حتكتسب الخبره. فانت في الامتحان لو دخلت في اي خطوه تعرف الفروق وعندك الجواب قدام. الاسئله المطلوبه 1 الى 11 و14 و15 في صفحه 67. هذه اسئله السكشن الاول او سكشن 23. الدوال المثلثي. فبعد ما عرفنا الدالة الأسية اي او زد، الآن حنعرف الدوال المثلثية ساين الزد كوساين الزد وتوابعهم بالترتيب. الموتيفيشن أو المقدمة لتعريف كيف أعرف الساين والكوساين هو ما يلي. هو ما يلي. إحنا بنعرف من الأويلر فورمولا e to power i x او y بتفرقش، هي كوساين الاكس زائد i ساين الاكس. لو غيرنا الاشاره للسالب بتصير هذه كوساين الاكس ناقص i ساين الاكس. واتوقع انه هذا الامر مر عليكم حتى في المعادلات التفاضليه. الان لو جمعنا هذول الاثنين
اي اس اي اكس زائد اي اس سالب اي اكس ايش بديني؟ 2 في قصاي. لو طرحناهم من بعض ناقص اي اس سالب اي اكس ايش بديني؟ 2 اي ساين الاكس. وهذا اللي اشتغلوه في المعادلات، انه لما يطلع الجذور مركبه كنا نحولها لساين وكوساين. فهذا بقول لي انه كوساين الاكس ليس الا مجموع الاكسبوننشال على 2، وساين الاكس هي فرق بين الاكسبوننشال على 2 على 2 اي. فالامر كان انه ما زال احنا بنقدر نعرف في حاله ما الاكس تكون ريال، فنستخدم هذه الصيغه ونعمم لمين؟ بدل ما هي اكس لاي زد، لاي زد. فهو استغلوا من هذه الحاله الخاصه وعممنا، بدل ما هي اكس خليناها زد، فبكون التعريب بالشكل التالي. فهذه الخاصيه الصحيحه بالنسبه للريال اكس حنعممها لكل كومبلكس نمبر زد. فالتعريف بالشكل التالي، فهنعرف ساين الزد 1 على 2 اي اي تو باور اي زد سالب اي تو ماينس اي زد. فبدلات الاكسبوننشال، فطبعا مستحيل، عشان هيك ترتيبنا مهم. بدينا في دراسه الاكسبوننشال، هو اول داله لازم اعرفها عشان بدي اعرف الساين والكوساين بدلالته. والكوساين 1 على 2 اي تو باور اي زد زائد اي تو باور سالب اي زد. فالداله اي زد او الاكسبوننشال فانكشن هي الداله الاساسيه، حتى الساين والكوساين معرفين بدلالته، معرفين بدلالته. فالان خلينا نشوف ايش بنستفيد من هذا التعريف. ملاحظات قبل ما نشوف ملاحظات، خلينا نتعود على التعريف. خلينا نحل هذا المثال. فالمثال الاول الحل تبعه ساين اي في باي يساوي، فطبعا هنا يا شباب احنا بطلت انه دائما زاويه، هذه اي باي مش زاويه، مش مقياس زاويه، ولا في الدرجات ولا في الراديان ولا بالدائر. هذا كومبلكس نمبر، بطل يعني قياس من الزاويه حقيقيه، مش قياس زاويه، هذا تعميم بشكل عام. فهنا الاي باي كيف بدي اعرفها؟ من التعريف 1 على 2 اي اي اس اللي هو اي في زد، يعني اللي هو اي في اي باي ناقص اي تسالب اي في زد اللي هي اي في باي. خلينا عشان انه اول مثال نعمله بالتفصيل. هي عندي ايش؟ الزد بتساوي مين؟ اي باي. وايش التعريف قلنا؟ اي تو باور اي في زد اللي هي هذا، هي بدل اكس حنحط زد بس هنا، وبعدين ايش؟ سالب اي في زد. فايش بيساوي هذا المقدار؟ 1 على 2 اي عباره عن مين؟ سالب ايش؟ 1 على وسالب اي على 2، مظبوط؟ 1 على اي سالب اي. طيب هذا عباره عن مين؟ اي اس سالب باي، وهذه اي تو باور باي. طب بدي اكتبها بدلاله حاجه معينه، ايش بكتبها هذه؟ لو نبدل هذه عباره عن اي، ندخل السالب جوا بصير اي تو باور باي ناقص اي تو سالب باي على 2. هذه مين هذه؟ ساين هاي بربولك الباي، يعني الباي هاي ريال فيش فيها اي، فتساوي اي ساين هاي بربولك مين؟ الباي. ففي علاقات طبعا واضح من التعريف انه في رابط بين مين؟ اللي هو تعريف الساين هاي بربولك والساين هاي بربولك، بس هناك ما كانش في اي. في هذه العلاقه. فاذا عندي ساين اي باي عباره عن اي ساين هاي بربولك الباي. فهذا مثال سريع للتعريف. تمام، بعض اللي هو الملاحظات او الخواص. اول حاجه الساين والكوساين هذول انتاير فانكشن، يعني ايش؟ طبعا هو بالجمله ضمنيا بفهم من الدومين تبعهم مين الدومين تبعهم؟ كل الكومبلكس نمبرز، كل الكومبلكس كوسي معرفين دائما. طبعا ليش؟ لانه هذا هي، خلينا نكتبهم ساين الزد 1 على 2 اي اي تو باور اي زد ناقص اي تو باور سالب اي زد، معرفين ما دام مين؟ الاكسبوننشال معرف، فعم تجمع وتطرح هذا ايش؟ عمرها ما بتعمل لنا مشكله. طب والاكسبوننشال معرف دائما، وضربته في اي مش حيفرق كومبوزيشن، فدائما معرف، والكوساين نفس القضيه. فهذول اول شيء الدومين تبعهم كل مين؟ كل الزد. وديفرنشبل نفس القضيه، الاكسبوننشال انتاير والاي زد هذه بالنورمال انتاير برضه، فالكومبوزيشن تبعهم ايش؟ انتاير، والجمع والطرح بيتم بحافظ على الانتاير. طبعا ممكن اثبته بطريقه الكوشن ريمان ايكويشن، لكن فيش داعي، لانه بدي استخدم خواص مين؟ الاكسبوننشال. ممكن نستخدمهم بنفس القضية. طبعا المشتقات، وهذا شيء جيد، انه مشتقة الساين ما زالت كوساين، ومشتقة الكوساين سالب ساين. نحافظ على الامور، وهذا شيء اساسي يا شباب، انه ما نصيرش عندنا امور متناقضة. الخاصية الثالثة الساين دالة فردية والكوساين دالة زوجية. نفس التعريف، ما فيش بتم نحافظ على الامور. طبعا برهان مباشر. بالنسبة للتفاضل حتروح تفاضل هذا الكلام. طبعا كيف بدنا نفاضل مثلا؟ خلينا نفضل كوساين على السريع هيك.
طبعا لما ده يا فاضل الساين هذا 1 على 2 اي ثابت طبعا مزبوط، وحنوزع على الجميع تفاضل اي اس اي زد ايش بيساوي؟ نفسها في اي مزبوط ناقص سالب اي في نفسها مشتقة الاس طبعا، فبتساوي مين؟ نطلع الاي برا بصير 1 على 2 اي تو باور اي زد وايش زائد اي تو باور سالب اي زد اللي هي مين؟ كوساين الزد طبقا للتالي مباشرة مباشرة، والثانية نفس الشيء، والايفن والاود نفس القضية، غير بالاشارة بتلاقي انها حتضطر تطلع السالب برا في الكوساين ما بتفرقش، لأنه بينهم بلس. زي الساين هاي برا والكوساين هاي برا. فكل هذه التمارين تمارين جيدة وخواصها متاحة أمامنا. نواصل مزيد من الخواص والمتطابقات المثلثية. أيضا التعريف بيحافظ على المتطابقات المثلثية. فعندنا اللي هو المطابقة الأشهر والأهم مجموع مربع الساين زائد مربع الكوساين بيساوي 1 تمام صحيحة. أيضا اللي هو الساين مجموع الزاويتين أو الفرق بينهم بكون ساين الأول كوساين الثاني زائد زائد وناقص ناقص بحافظ على الإشارة، بعدين ساين الثاني كوساين الأول، والكوساين نفس القضية كوساين كوساين بتعكس الإشارة بلس ماينس صارت مين ماينس بلس زي ما هي واضحة مكتوبة هنا ونفس القضية. خلينا بس عشان ما يكونش في سرد سريع نبرهن واحدة من هدول، نبرهن واحدة من هدول الأم. مين بدكم حابين تبرهن؟ الثانية الثانية ماشي، الثانية والثالثة خوات طبعا تمام. بروف اثنين اثنين ولا ثلاثة كل واحد نفس الشيء. عشان ابرهن اثنين او ثلاثة حنبدا من طبعا هذه متطابقة، لو بدينا ممكن نبدا من اليسار ونوصل اليمين او العكس، حنبدا من اليمين. فنبدا خلينا بس اول شيء احسب الكوساين زد واحد ضرب كوساين زد اثنين. طبقا للتعريف ساين عبارة عن واحد على اثنين اي اي تو باور مين؟ اي زد واحد ناقص اي ماينس اي في زد واحد. الكوساين واحد على اثنين اي تو باور اللي هو زد 2 اي زد 2 زائد اي تو ماينس اي زد باستخدام تعريف حتى الان التعريف هو اللي امام. فالان هذا ايش بيساوي؟ 1 على 4 اي نضرب حيدينا اي تو باور اي زد 1 زائد زد 2، بعدين نضرب مع حادي بتصير اي تو باور اي زد 1 ناقص زد 2. نكمل سالب اي تو باور اللي هو ايش؟ اي في زد 2 ناقص زد 1 ناقص اي تو باور سالب اي في زد 1 زائد زد 2. فهذا المقدار الاول من اليمين. الان يا شباب لو بدي اكتب انا لقيت ساين زد 2 كوساين زد 1 ضروري احسبهم ولا ممكن اكتبهم مباشرة؟ مباشرة. ليش؟ لأنه فيش زد واحد زد اثنين، بدل زد واحد محل زد اثنين نفس القضية. فحيديني واحد على أربعة اي بدل زد واحد بدل زد اثنين اي تو باور اي زد واحد زائد زد اثنين تفرقش هنا، خلينا أبدل زد واحد زائد اي تو باور اي زد اثنين ناقص زد واحد ناقص اي تو باور اي زد واحد ناقص زد اثنين ناقص اي تو باور سالب اي زد اثنين زائد زد واحد. العملية بس عملية تغيير مرة زد واحد زد اثنين، لو عملناهم A و B فهتكون بهذا الشكل، هيدور نفس الدور. طبعا لما نجي نروح نجمعهم مع بعض بدنا نجمعهم طبقا للصيغة، إذا طبعا البلس أو الماينس نفس الشيء، إذا ممكن تطرحهم نجمعهم الآن، والماينس برضه ممكن نعمل. لو جمعنا طبعا واحد على أربعة أي نفس الشيء يا شباب، بتلاقي إنه هذا زي هذا مع بعض نفس الشيء بصيروا اثنين. طيب هذا واللي زيه هي، وهذا بلس بروح مع بعض، وهذا مع هذا بروح مع بعض، خلينا اميزهم مع بعض. فايش بتم عندي؟ بتم عندي هذا مع هذا صاروا اثنين، وهذا مع هذا صاروا اثنين، فالمجموع تبعهم بده يساوي 1 على 4 اي 2 اي تو باور اي زد 1 زائد زد 2 ناقص 2 اي تو باور سالب اي زد 1 زائد زد 2. واضح؟ خذ 2 برا، ايش بتم عندك؟ 1 على 2 اي مين؟ اي تو باور اي في زد واي تو باور سالب اي في زد اللي هي الساين مره ثانيه، الساين مره ثانيه. طبعا لو طرحناهم من بعض العكس حيروحوا هذول الاثنين الاطراف يتموا في النص، والنص عباره عن مين؟
زد واحد ناقص زد اثنين بصير بالماينس. فلما نجمع بيطلع المجموع، ولو طرحنا بيطلع الطرح نفس القرص. واضح البرهان يا شباب؟ عملية حسابية بس مباشرة من التعريف، والباقي بنفس الأسلوب. ما علينا نستخدم التعريف ونفك الأقواس. مزيد من الخواص توي، يعني كان في عندنا مثال انه حسبنا ساين اي باي، طلعت معنا اي ساين هايبربوليك الباي. هذه الخاصيه خاصيه عامه مش بس في الباي، لاي عدد واي. اذا الزد عباره عن بيور اميجينري فساين اي واي اي ساين هايبربوليك الواي. من التعريف مباشره، من التعريف مباشره. نفس القضيه كوساين اي الواي هي تماما كوساين هايبربوليك الواي. كوساين هايبربوليك الواي هناك بيطلع الاي برا، هنا لا من غير اي اي تطلع برا. نقطة أخرى تعتمد على الأولى، كوساين الزد هنا بدي أكتب الكوساين، مين الريال بارت للكوساين ومين الإميجينري بارت للكوساين. كوساين الزد هي كوساين إكس كوساين هايبربوليك الواي ناقص أي ساين الإكس ساين هايبربوليك الواي. بنفس الأسلوب هي اللي هو الساين، وأكتبه على صورة مين؟ ريال بارت وإميجينري بارت. أتوقع أن هدول الأسئلة حتلاقوهم قبل هيك كنا درسناهم كأف أوف زد وأثبتنا أنهم منطير، بس غير ما نعرف أنهم كوساين وساين بهذا الشكل. فاذا هذه الخاصيه الثالثه الثانيه والثالثه يمين، كيف نكتب الكوساين زد زي اي داله اف اوف زد على صوره يو اوف اكس زاد اي في اوف اكس. فهذه هي كيف الكتاب في اثنين. حنشوف، حامر على البرهان بسرعه بروف. نبدا من الاول، بالنسبه للساين الاي في واي طبقا للتعريف عباره عن مين؟ 1 على 2 اي اي تو باور سالب او اسف اي في زد ناقص اي تسالب اي في اي زد في اي زد. مظبوط، بس الزد هنا ايش بتساوي؟ اي واي من التعريف. طبعا هذا زي المثال اللي تو حليناه تماما، اي تو ماينس واي في ايش؟ اي تو باور واي صار. طبعا هنا خلينا اطلع الاي برا فوق بصير سالب اي، خليني اعاكس الترتيب بصير اللي هو اي على 2 اي تو باور واي ناقص سالب واي. هذه مع بعض تعريف مين؟ ساين هايبربوليك، لانه صارت الواي ريال هنا شباب فيش فيها فمباشر. طبعا الكوساين اللي هو اي واي 1 على 2 فيش اي عشان هيك ما بتظهرش فيش قسمه، اي تو باور مين؟ اي زد اللي هي سالب واي، اي تو باور سالب اي زد اللي هي مين؟ واي، اللي هي كوساين هايبربوليك بدون اي اختلاف. بالنسبة للثانية والثالثة كيف نبرهنهم؟ برهانهم سهل جدا اعتمادا على الأولى. خلينا نبدأ باللي فيها سالب عشان سألته حترك الثاني. لقيت كوساين الزد هي كوساين اكس زائد اي واي. ومن البروبوزيشن السابق اعتبر انه هذه زد واحدة زد اثنين، بينفع ولا بينفعش؟ بينفع لأنه هي كومبلكس، الكومبلكس ممكن يكون ريال ممكن يكون بيور اميجينال. فهي بدها تساوي من كوساين الأول كوساين الثاني ناقص ساين الاول ساين الثاني. الان بدنا نتخلص من الاي اللي هي كوساين اي واي ايش بيساوي؟ كوساين هايبربوليك الواي ناقص ساين الاي واي عباره عن مين؟ اي في مين؟ ساين هايبربوليك الواي في ساين الاكس. هاي كل القضيه في الثانيه زيها من الاولى مباشره. فاجت هنا ايش؟ لانه الكوساين بتغير الاشاره، الساين بتغير الاشاره وبتطلع الاي بتطلع بهذا الشكل. الساين بتم اكسرسايز نفس الشيء يا شباب. تمام، خلينا نشوف مثال ننهي فيه المحاضرة. فهنا صيغ متعددة، حل المعادلة، اوجد جذور المعادلة، اوجد اللي هو اصفار المعادلة، كله نفس المعنى شباب، وهذا اتفقنا قبل هيك ذكرناه. فبقول لي اوجد جميع جذور ساين زد تساوي واحد. مثال الاول بدنا نحل ساين الزد تساوي، فبدنا ايش الزد ايش بتساوي؟ جميع الزد اللي بتحقق هذه المعادله اللي هي الحلول. كيف ممكن نحل؟ مين عنده فكره من وين نبدا؟ انا بديش الحل لكن بدي كيف ممكن نحل. نعم، نحوله للفورمولا زد اكس زائد اي واي بعدين نجيب الروتس. ايش نستخدم الفكره الاساسيه؟ اكسبوننشال، مش بدنا نحولها اكسبوننشال ممكن بس حتتعقد.
لا حنحولها برضو اللي هو كارتيسيان فورم، وريال يساوي الريال وميجون يساوي الميجنر. فاحنا عندنا ساين الزد ايش بتساوي؟ طبعا القانون عنكم اذا نسيتوه يا شباب تعملوا تو عملناه. فبطريقه معينه بدكم تحفظوه. ايش الساين الزد بتساوي؟ مكتوبه عندكم ولا ارجع؟ ايش بتساوي؟ ساين الاكس مظبوط؟ كوساين هايبربوليك الواي، كوساين الواي اللي هي كوساين هايبربوليك الواي صح؟ زائد اي في كوساين الاكس ساين هايبربوليك الواي. صح. فهذه بدك تكتبها بهذا الشكل. بدي اياها تساوي واحد. فالريال بده يساوي الريال، اذا ساين اكس في كوساين هايبربوليك الواي بده يساوي واحد، اند كوساين الاكس ساين هايبربوليك الواي بده يساوي مين؟ الصفر. فهذول معادلتين. فالفكره هذه اساسيه بنحل عليها كثير، لكن هذا طبعا حل هو المباشر وممكن يكون مطول في حلول مختصره، لكن هذا دائما بدينا الحل. حنبدا بالمعادله الصفريه هي الاسهل في الحل. فعندي هنا يا اما كوساين الاكس تساوي صفر او ساين هايبربوليك الواي بتساوي صفر. طبعا هذا كله اند بدرجع. طبعا هنا عندي كوساين الاكس بتساوي صفر، يعني اكس ايش بتساوي؟ بس اي عدد فردي في بيعه اثنين، اي عدد فردي في بيعه اثنين، هيك الحل. طبعا او الساين الهايبربوليك ايش بتساوي صفر؟ عند الصفر فقط، لانه ايش ايش اي اس واي ناقص اي اس سالب واي، ولا تساوي صفر الا عند الصفر. طبعا احنا حنراجع بعض خواص الساين هايبربوليك والساين هايبربوليك. طبعا مطلوب منا انه نراجع بعض الخواص واي تساوي زيرو. فدول هما الحالتين. طبعا هنا ان تنتمي لمين؟ للزد. فهذا هما ايش؟ الحالتين. فحنروح ندرسهم ونشوف المعادله الثانيه لازم تتحقق. فنبدا من نبدا اكس تساوي 2 ان زائد 1 في بايع 2 امبلايز الحل الاول. فحصير عندي اللي هو ساين 2 ان زائد 1 في بايع 2 في كوساين هايبربوليك الواي بدها تساوي 1. بدنا نحلها الان. نطلع على هذا المقدار يا شباب. تو شفنا ساين ان باي ايش بتساوي؟ سالب 1 اس ان. هنا بنفس الاسلوب الساين ساين البايع 2 ب 1، ساين 3 بايع 2 سالب 1، وهكذا. فهذه بشكل عام هي سالب 1 اس قديش؟ اس ان في كوساين هايبربوليك الواي بدها تساوي 1. نعم، لو كانت الان بتساوي صفر فهي 1، لو كانت بتساوي 1 هي بالسالب. نعم، فهذه بتساوي زائد او ناقص 1، عدد فردي في بايع 2 بدينا ايش؟ الواحد. طيب هذا معناته زي ما تو عملنا انه كوساين هايبربوليك الواي بدها تساوي مين؟ سالب 1 اس ان بنفس الاسلوب. طيب كوساين هايبربوليك الواي يا شباب ايش بتساوي؟ اي اس واي زائد اي اس سالب واي على 2. عمرها بتساوي بتكون من نيجاتيف ولا بتقل عن الواحد؟ اقل قيمه لها الواحد، اكبر تساوي واحد. اذا هذا مستحيل يكون نيجاتيف. ماذا يعني؟ انه الان عدد زوجي. فهنا كوساين هايبربوليك، وين اكتب هنا؟ كوساين هايبربوليك الواي اكبر او تساوي واحد امبلايز ان تساوي 2 ام، والام تنتمي للزد. فاحنا اخذنا طبعا لما تصير 2 ام ايش بصير عندي؟ فهذا يؤدي انه كوساين هايبربوليك الواي صار بتساوي مين؟ واحد. كوساين هايبربوليك الواي بتساوي واحد، وهذا معناته انه واي ايش بتساوي؟ صفر. فهذا الحل الاول. اذا الحل الاول ذا سوليوشن اوف سوليوشنز ار واي بتساوي صفر واكس ايش بتساوي كانت؟ 2 ان، يعني هذا معناته انه فبالتالي اكس ايش بدها تساوي؟ بدل ان بدها تصير 2 ام بتصير 4 ام زائد 1 في بايع 2، والام تنتمي للزد. اجمع الحلول. فالحلول هما زد تساوي مين؟ 4 ام زائد 1 في بايع 2، والام تنتمي للزد. طبعا الواي بتساوي زد. هذا هو الحل. مش عدد فردي، عدد ايش؟ على شكل 5 واللي هو وبدنا نزيد كل مره 4، 5 9 وهكذا. طيب الحاله الثانيه لو كانت الواي بتساوي زيرو، نرجع للمعادله هذه. احنا بنحل هذه المعادله يا شباب، نعوض. بصير عندي مين؟ ساين الاكس بدها تساوي ايش؟ واحد، لانه كوساين هايبربوليك صفر بتساوي واحد. وقتيش الكوساين ساين الاكس بتساوي واحد؟ بايع 2 مضافتها. لا لا، هي ايش بتساوي؟ واحد عند مين؟ عند بايع 2، عند لو عند الخمسه بايع 2.
عندها طبعا تمسوي سالب واحد. طبعا اذا بدي احلها بطريقه يمكن هو الطريقه الوحيده فهذه المعادله طبعا فهذا يديني نفس الحل اكس بتساوي 4 ام زائد 1 في باي على 2 وام تساوي للزد فبحصل على نفس الحل ففيش حل غيره فالحالتين يدوني نفس الحل واي بتساوي 0 واكس تساوي اللي هو 4 ام زائد 1 في باي على 2 لانه مش اي باي على 3 باي على 2 بتديني سالب 1 5 باي على 2 بتديني 1 7 باي على 2 بتديني سالب 1 الصاد طبعا ممكن تعمل فهذه هي الحلول نوقف هان ان شاء الله المره الجايه بنكمل.